المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. ترجل إلى دار البقاء الباحث الأستاذ والمؤرخ المغربي المخضرم عبد الرحمن المودن صباح يومه الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة بعد صراع مع مرض لم ينفع معه علاج. المودن هو أحد أبرز المؤرخين المغاربة غزيري الإنتاج العلمي التاريخي، تتحدث عنه إسهامته في تطوير البحث التاريخي في المغرب. بدأ المؤرخ الراحل عبد الرحمن مساره المهني من بوابة تدريس التاريخ بجامعته الأم التي درس وتخرج منها، أي كلية الأداب بجامعة محمد الخامس بمدينة الرباط، قبل أن ينتقل إلى جامعة الأخوين بمدينة إفران حيث تخرج على يديه المئات من الطلاب وساهم في نقل حب ماضي المغرب والبحث والتنقيب في دهاليز حقبه الغابرة لأجيال جديدة. عضويته بالمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب كانت بوابة لإنجاز العديد من الدراسات حول تاريخ الاجتماع للمغرب والمغاربة خلال مختلف الحقب التاريخية، من أبرزها البوادي المغربية قبل الاستعمار، بالإضافة إلى كتابته المئات من المقالات والقراءات النقدية. رحم الله الفقيد وإن لله وإن إليه راجعون. نشكركم على حسن الإنصات والمتابعة.